مرحبا بمشتركي سابورانيت، باش نصلح لكم نموذج رقم واحد من فروض المراقبة عدد واحد في مادة الرياضيات لتلاميذ سنة التاسعة أساسي. نبدأ بالتمرين الأول واللي هو على 4 نقاط. مدة الاختبار هي ساعة، فهمنا؟ باش نحاول نخدموا الامتحان متاعنا في أقل بطبيعة وقت، باش نخلو متسع من الوقت للمراجعة ونظافة الورقة متاعنا. السؤال الأولاني يلي كل سؤال من أسئلة هذا التمرين 3 إجابات أحداها فقط صحيحة. راو قال لي راو فما إجابة برك صحيحة، معناتها ما تبدوش تتكزو لاني. اكتب على ورقة تحضيرك رقم السؤال والإجابة الموافقة له. كل عدد صحيح طبيعي، سؤال رقم واحد، كل عدد صحيح طبيعي يقبل القسم على 6 و8 هو قابل للقسم على 48، 15 وإلا 12. به 6 و8 معناتها أي عدد يقبل القسم على 6 و8 في آن واحد، إذا فهو قابل للقسم على شنو؟ يا إما على 48، يا إما على 15، يا إما على 12. هل إنه 6 و8 أوليين فيما بينهما؟ لا، على خاطر 6 تقبل القسم على 2 و8 تقبل القسم على 2. باهي، إذا كي نعمل أنا 6 ضرب 8 بالطبيعة باش نتحصل على 48، دونك أنتم أوتوماتيكمون باش تحطوا الإجابة الصحيحة هي 48، أور الإجابة الصحيحة ماهيش 48، على خاطر 6 هي يساوي 3 ضرب 2. و8 هي يساوي 4 ضرب 2. إذا لهنا أي عدد يقبل القسمة على 6 و8 فهو قابل للقسمة على 3 ضرب 4. علاش؟ خاطر لنا كاثنين واثنين ديك يزني نحاها، معناتها يزني نختزلهم، معناتها القاسم اللي مشترك اللي بيناتهم 2 لهنا وعندي 2 لهنا، دونك يزني نحي. تبقى لي 3 ضرب 4، 3 و4 أوليين فيما بينهما. إذا اللي يقبل القسمة على 6 و8 هو قابل للقسمة على 3 ضرب 4 اللي هي بتبيع الإجابة الصحيحة اللي هي الإجابة 12. إذا هنا جيم هي الإجابة الصحيحة، فهمنا؟ إذا كان أو إي جي معينا متعامدا في المستوي من المستوي والنقاط A 3-5 B إلا 1-3 و C إلا 3-5، فإن A و C متناظرتين بالنسبة إلى أو إي و جي وإلا أو. نشوفوا الأ والسي، الأ هي 3 و5 والسي هي إلا 3 و5، إذا عندهم نفس الجريك ولكن هذه عندها إكس وهذه عندها إلا إكس. شو معناها؟ عندي هذا المعين متاعي، ديما عندنا الورقة البريون، عندي هذه النقطة أ مثال، هذه عندها 3 وهذه 5 مثال، ماخذينش نحنا معناتها هنا بال معناتها معين كيما معناتها بالإشال، فهمت؟ خدمت لكم لهنا جوست باش نحط رسم تقريبي. هذه أ 3 و5 والسي هي إلا 3 و5. شو معناتها؟ معناتها لهنا على الإكس إلا 3 وعندهم نفس الإكريك، إذا السي باش تكون لهنا. شنو نلاحظ هنا؟ أ و سي شبيه متناظرتان بالنسبة إلى أو جي، مو هذا هو الأو جي ولا لا؟ وهذا هو الأو إي، إذا هما متناظرتان بالنسبة إلى أو جي. تاخذوا رسم تقريبي وتخدم احداثيات منتصف بي سي. وينو بي سي؟ هي البي وهي السي. شنو باش تكون احداثيات المنتصف؟ هل هي 4-8 4-2 ولا الا 2-4؟ بي البي هي الا 1 الا 3، اذا لتكون اي هي منتصف بي سي. اذا اكس اي شنو هي؟ اكس اي هي اكس بي مع اكس سي على 2. شو معناتها؟ معناتها الا 1 الا 3 اللي هي الا 4 على 2. شنو باش تكون؟ باش تكون الا 2، و لأن 3 مع 5 اللي هي 8 على 2 باش تكون 4. إذا الإجابة الصحيحة هي جيم. مجموعة نقاط المستوي ام اكس جريك حيث جريك يساوي 5 و اكس ما بين إلا 3 و3 هي أسي أسي أسي، معناتها هي هي المستقيم أسي أم قطعة المستقيم أسي أم معناتها لهنا أم نصف المستقيم أسي أم قطعة المستقيم أسي. ب شبه الام هذه؟ الام هي مجموعة النقاط حيث الإجريك يساوي 5، نهاية الإجريك يساوي 5، والإكس هي إلا 3 و3 معناتها لهنا. إذا شنو باش تكون؟ باش تكون هي قطعة المستقيم أ سي، تفهمنا؟ على خاطر لهنا الإكس محصور ما بين إلا 3 و3، معناتها ما تنجمش تفوت 3 وما تنجمش لهنا كيف كيف تخرج على إلا 3، إذا هي قطعة المستقيم أ سي. هكي نكون كملنا تمرين رقم واحد في 4 نقاط في 4 دقائق اللي انتم نجموا تراجعوا فيها. باهي، تعال التمرين الموالي. جد الكتابة العشرية الدورية للعدد 17 على 11. اذا لهنا باش نعمل عملية القسمة متاعي، 17 على 11 عندي 1 لهنا 11 والباقي 6، اذا باش نحط فاصل. 60 على 11 اذا لهنا 5، 55 والباقي 5،
50 على 11 4، 44 والباقي 6، 60 على 11 5، 55 والباقي 4، 40 على والباقي عفوا 5 لهنا، 50 على 11 4، إذا 44 والباقي 6. أوكي فهمنا. إذا لهنا شنو اللي يتعاود؟ 54. إذا شنو بتجي؟ هذه بتجيني 1.54. سؤال موالي، رتب تصاعديا 1.54، 17 على 11 و1.54. لهنا الدور هو 4. شنو معناتها هذيك؟ معناتها 1.54 هي بيتها معناتها 1.54444. باش نقارنها ب 17 على 11 اللي هي 1.545454 تتعاود، باش نقارنها ب 1.54. إذا أما أكبر من بين هذوما الكل، شوفوا لهنا عندي الواحد، لهنا عندي الخمسة، لهنا عندي الأربعة، ولهنا عندي أربعة خمسة، نورمالمون لهنا صفر. إذا الأكبر هو هذا، هذا رقم واحد، هذا رقم اثنين، وهذا رقم ثلاثة. فهمنا؟ إذا هو رتب تصاعديا. شو معناتها تصاعديا؟ معناتها من الأصغر إلى الأكبر. إذا أصغر عدد هو 1.54، يليه إذا هو 1.54، يليها 17 على 11. باين؟ تعدل السؤال الموالي، بين أن العدد 672 يقبل القسمة على 6. هذه أول حاجة. شو معناتها يقبل القسمة على 6؟ يقبل القسمة على 6 معناتها يقبل القسمة على 2 وعلى 3. باهي؟ إذا بالنسبة 672 يقبل القسمة رقم آحاده 2، إذا فهو يقبل القسمة على 2. هذه أول حاجة. به كي نجمع أنا 6 مع 7 مع 2 شنو باش تعطيني؟ هذه عندي لهنا 13، 13 و 2 15، مجموع أرقامي من مضاعفات 3. إذا 672 يقبل القسمة على 3، يقبل القسمة على 2 ويقبل القسمة على 3، إذا 672 قابل للقسمة على 6. علاش؟ على خاطر 2 و 3 أوليين فيما بينهما، قابل للقسمة على 6. نجم نحط لهنا قوس 2 و 3 أوليين، أوليين فيما بينهما. إذا العدد باش يكون قابل للقسمة على 6 لازم يكون قابل للقسمة على 2 و 3 في آن واحد. العدد 1416 يقبل القسمة على 12، إذا باش يكون يقبل القسمة على 12 لازم يكون يقبل القسمة على 3 و 4. إذا بالنسبة ل 1416 نلاحظ أنه 16 يقبل القسمة على 4، باش يكون قابل للقسمة على 4 يلزم يكون العدد المتكون من الآحاد والعشرات قابل للقسمة على 4. نجم نحط لكم هذه كملاحظة، ليكن العدد قابل للقسمة على 4 إذا كان العدد المتكون من آحاده وعشراته قابل للقسمة على 4. فهمنا؟ به وقابل للقسمة على 3 لما نعمل مجموع الأرقام 1 مع 4 مع 1 مع 6 شنو باش تعطيني؟ هذه 12 من مضاعفات 3. إذا 1416 قابل للقسمة على 3. قابل للقسمة على 4 وقابل للقسمة على 3، إذا فهو قابل للقسمة على 12. فهمنا؟ تعدل السؤال الموالي، العدد 750 يقبل القسمة على 15. شو معناتها قابل للقسمة على 15؟ لازم يكون قابل للقسمة على 3 وعلى 5 في آن واحد. 750 قابل للقسمة، هاكا لهنا صفر، على 5. علاش؟ على خاطر رقم آحاده صفر. هذه أول حاجة. ثاني حاجة، 7 مع 5 مع صفر كم يساوي؟ 12 قابل للقسمة على 3. إذن 750 قابل للقسمة على 15.
فهمنا؟ تعدى للسؤال الموالي، فكك العدد 360 إلى جذاع عوامل أولية ثم استنتج عدد قواسمه. باهي 360 باش نفكوك إلى جذاع عوامل أولية إلى لهنا قابل للقسمة على 2، خاطر عندي هنا صفر، شنو باش تعطيني هذه؟ إذا باش تعطيني 180، 180 كيف كيف على 2، إذا شنو باش تعطيني هذه؟ باش تعطيني 90، 90 على 2 باش تعطيني 45، 45 على 3 باش تعطيني 15، 15 على 3 باش تعطيني 5، 5 على 5 باش تعطيني 1. إذا كيفاش نجم نكتب هنا 360 يساوي 2 قوت 2 ضرب 2 قوت 3 عفوا ضرب 3 قوت 2 ضرب 5 قوت 1. باهي هنا بالنسبة للتفكيك، بالنسبة للقواسم، إذا باش ناخذ الجدول نتاعنا عندي لنا ضرب، باش نحط التفكيك نتاعي عندي 2 2 2 3 3 و5. فهمنا؟ دونك كيفاش باش نعمل هنا؟ بالطبيعة هنا ديما عندي 1، 2 في الواحد 2، من بعد 2 في 2 4، من بعد 2 في الأربعة 8، على خاطر كي باش نعاود 2 في الواحد تزيد تعطيني 2 اللي هي موجودة، 2 في الأربعة تزيد تعطيني 8 إذا موجودة. فهمنا؟ طب باش نخدم 3، 3 في الواحد 3، 3 في الاثنين 6، و 3 في الأربعة 12، و 3 في الثمانية إذا لهنا عندي 24. فهمنا؟ نتعدى توا للثلاثة. إذا توا شنو باش نعمل؟ إذا كان باش نزيد نعمل ثلاثة في الواحد اللي هي ثلاثة موجودة، ثلاثة في الاثنين اللي هي ستة موجودة، ثلاثة في الأربعة اللي هي 12 موجودة، ثلاثة في الثمانية اللي 24 موجودة. إذا هنا شنو عندي؟ عندي ثلاثة في ثلاثة 9، عندي ثلاثة في ستة 18، عندي ثلاثة في 12 إذا 36، وعندي ثلاثة في 24 إذا لهنا عندي 72. باهي توا شنو باش نتعدى للخمسة. إذا خمسة في الواحد 5، 5 في الاثنين 10، 5 في الأربعة 20، 5 في الثمانية إذا عندي لهنا 40، 5 في الثلاثة فهمنا؟ توا باش نتعدى اللي بعدها 5 في الثلاثة 15، إذا 5 في الثلاثة 15، 5 في الستة 30، 5 في الاثناش 60، 5 في الأربعة 24 إذا 120 فهمنا؟ 5 في الثمنتاش إذا باش تعطيني 90. ولهنا عندي 5 في 9، 5 في 9 ما عملتهاش اللي هي 45 قبل 90، إذا لهنا عندي 45، 5 في 18 90، وعندي 5 في 36 180، و5 في 72 360 العدد نتاعنا. فهمنا؟ إذا هذوما القواسم العدد نتاعي اللي هما 1 2 4 8 3 نجم نكتبهم هنا دي 360 هما 1 2 4 8 3 6 12 24 9 18 36 72 5 10 20 40 15 30 60 120 45 90 180 و360. فهمنا؟ هذا السؤال الموالي، جد باستعمال شجرة الاختيار عدد الأعداد الفردية المتكونة من ثلاث أرقام مختلفة من بين الأرقام 2 5 3 و8. باهي هما أعداد فردية، عدد الأعداد الفردية المتكونة من ثلاث أرقام، معناتها العدد يكون فيه ثلاثة أرقام 2 5 3 و8. باهي إذا لهنا بما أنه أعداد فردية معناتها الأحاد ما ينجمش يكون 2 ولا 8، الأحاد ما يكون كان 3 ولا 5. كي ناخذ أحاد 5 شنو باش يكون لهنا العشرات؟ العشرات منش ياخذ يا إما 2 يا إما 3 يا إما 8. باهي العشرات لهنا كيخذوا أرقام مختلفة، العشرات كياخذوا 2، المئات شنو باش ياخذوا لهنا؟ يا إما 3 وإلا 8، لهنا كياخذوا 3 باش ياخذوا 2 وإلا 8، ولهنا كياخذوا 8 باش ياخذوا 2 وإلا 3. باهي هذه بالنسبة للخمسة. إذا شنو عندي لهنا؟ عندي قلنا هذه الآحاد العشرات والمئات، إذا 2 3 5 وإلا عفوا 3 2 5 وإلا 8 2 5 وإلا 2 3 5 وإلا 8 3 5 وإلا 2 8 5 وإلا لهنا عفوا 2 و 3 وإلا 3 8 و 5. هذا الاحتمال الأولاني. باهي توا باش ناخذ الآحاد 3، إذا العشرات شنو باش ياخذوا؟ يا إما باش ياخذوا 2 يا إما باش ياخذوا 5 يا إما باش ياخذوا 8. إذا لهنا كيخذ 2 شنو باش يبقى لي؟ باش يبقى لي 5 و 8، لهنا كيخذ 5 باش يبقى لي 2 و 8، ولهنا كيخذ 8 باش تبقى لي 2 و 5. إذا لهنا عندي 5 2 3، عندي 8 2 3، عندي 2 5 3، عندي 8 5 3، عندي 2 8 3، وعندي 5 8 3. إذا هذوما هما الاقتراحات نتاعي. فهمنا؟ لازم نركزوا في السؤال.
أعداد فردية إذا الأحد ما ينجمش يكون 2 و8 إذا باش نحاول أقل من الأحد، ومختلفة وثلاث أرقام إذا عندي أحد عشرات ومئات. تعالى السؤال الموالي، أوجد الجذر التربيعي لكل عدد من الأعداد التالية، عندي 36 49 على 81 و0.01. بالنسبة ل 36 أنا نعرف إنه 36 هي 6 و2، إذا الجذر التربيعي ل 36 يساوي 6. بالنسبة ل 49 على 81 نعرف اللي هي 7 قوت 2 على 9 قوت 2، إذا جذر تربيعي ل 49 على 81 يساوي جذر تربيعي ل 7 قوت 2 على 9 قوت 2 اللي هو 7 على إذا لهنا على 9. فهمنا؟ على خاطر جذر تربيعي ل إكس قوت 2 يساوي بالطبيعة إكس، باهي؟ إذا ولهنا عندي 0.01، نعرف 0.01 اللي هي 1 على 100، هكا ولا؟ إذا جذر تربيعي لواحد على 100 هو يساوي 1 على 10، على خاطر هنا جذر تربيعي لمية هي 10. تعدى للتمرين الموالي، التمرين 3، ارسم معينا، إذا هو التمرين رقم 3 على 8 نقاط، عندي 8 و8 16 و4 20، باهي؟ تعدوا التمرين اللي هو تمرين هندسة. إذا التمرين بتاعي ارسم معينا متعامدا في المستوي، أهو المعين بتاعنا. حيث او اي يساوي او جي، باش ناخذها هنا او اي يساوي او جي يساوي 1 سنتيمتر. عين النقاط A2 1، هنا عندي 2، إذا لهنا عندي 2 ومش يكون عندي 1، بالطبيعة مش نطلع لهنا بواحد سنتيمتر باش تكون لهنا، هذه النقطة A. بي إلا 2 3، معناتها لهنا عندي إلا 2 وعندي 3، نجم من هنا عندي ناخد 3 ونمشي إلا 2، فهمنا؟ إذا فين باش تكون البي، باش نمشي هكا هنا، ما لازم يكون عموديا، إذا باش تكون لهنا البي لهنا. و سي إلا 2 إلا 1، إذا سي باش تكون بالطبيعة نجم نعبد هكايا، إذا سي باش تكون لهنا، فوالا هاذوما النقاط نتاعنا. عين النقطة دي مناظرة بي بالنسبة إلى أو، إذا نمشي عين دي مناظرة بي بالنسبة إلى أو، إذا لهنا ناخد الكومبا نتاعي، فوالا نخدملكم بالستيلو باش تكون بالطبيعة الخدمة واضحة. خاطر هذايا اختبار، إذا وين باش تكون النقطة نتاعي؟ هي النقطة اللي هي النقطة دي، فهمنا؟ مناظرة بي بالنسبة إلى أو، إذا جد أحداثياتها، شنو باش تكون الأحداثيات نتاعنا؟ باش تكون إلا 3، 2 إلا 3، هاكا ولا؟ إذا دي أحداثيات و 2 إلا 3، علاش؟ دي هي مناظرة بي بالنسبة إلى أو، إذا لهنا عندي إلا 2 3، معناتها باش تكون 2 إلا 3. هكايا نجم نكتبها دي، عندي لهنا او هي مناظرة بي، البي هي الا 2 3، اذا الدي باش تكون 2 الا 3، فهمنا؟ اذا هو جد احداثيتها مع التعليل، اذا هنا عندي اكس الا اكس، اجريك الا اجريك. بين ان الرباعي ا بي سي دي متوازي اضلاع، نصور الرباعي نتاعي هو ا بي سي دي، حبي يبين انه الرباعي متوازي اضلاع، شنو معناتها؟ اذا كان بين ان كل ضلعان متقابلان متقايسين ومتوازيين، اذا فهو متوازي اضلاع، والا قطراه يتقاطعان في المنتصف. بما ان دي مناظره ل بي بالنسبه الى او، اذا لهنا او شنو يمثل؟ او هو منتصف قطعه المستقيم بي دي، باهي. وانا عندي احداثية النقطة A هي 2 1، واحداثية النقطة C هي الا 2 الا 1، اذا A و C متناظران بالنسبة الى O، اذا O كيف كيف هي منتصف AC، القطران BD و AC يتقاطعان في المنتصف، قطر الرباعي A B C D يتقاطعان في المنتصف، إذا فالرباعي نتاعنا متوازي أضلاع، A B C D متوازي أضلاع، ماهي؟
هذا السؤال الموالي. عين النقطة او 2 3، اذا او احداثياتها باش تكون 2 3 في باش تكون النقطة نتاع النجم لهنا حتى بالكومبا نعينها باش نخدم لكم. اذا كل الطرق هي 2 هنا، هكا عندي 2 ومن هنا عندي 3، اذا نحاول ما نحركش الكومبا، بعد باش ناخذ فتحة 3 ونحطها من هنا. اذا هذه باش تكون النقطة نتاعي اللي هي النقطة سماها النقطة او. به السؤال لهنا بين ان جي منتصف او سي، يحب يبين ان النقطه هذه جي هي منتصف او سي. وين او سي؟ اهو هي بالطبيعه المنتصف. به شنو عندنا؟ نحن عندنا او هي 2 3 وعندي سي هي اذا لهنا الا 2 الا 1. منتصف او نسميها نقطه مثلا اكس 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 مش باش نسميها اي، باش نلوج على اكس جي لتكون جي منتصف او منتصف او سي. اذا شنو باش تكون هنا؟ باش تكون 2 مع اذا هي اكس او مع اكس سي على على 2، معناتها 2 مع الا 2 0، 0 على 2 باش تجيني 0. و ايكغريك جي المنتصف هي 3 الا 1، معناتها 3 ايكغريك او مع ايكغريك سي معناتها 3 الا 1 باش تعطيني 2، 2 على 2 باش تعطيني 1. اذا لهنا 0 1 متكون كان النقطه جي. فهمنا؟ سؤال موالي بين ان او اي موازي ل بي او، باش يبين انه او اي موازي ل بي او. وين البي او؟ ها هو حب يبين انه هذوما زوز متوازيين. شنو عندنا نحن هنا؟ عندنا او هي 2 3 وعندي انا البي هي الا 2 3، اذا او و بي شبه متناظران بالنسبه الى او جي، اذا بي او باش يكون موازي ل او اي. فهمنا؟ بما ان او و بي متناظران بالنسبة إلى أو جي، إذا لهنا بي أو باش يكون موازي لي أو إي. السؤال الموالي ما هي مجموع النقاط إم إكس إكغريك حيث إكغريك يساوي 2. نجي نصور لهنا الإكغريك متاعي 2، إذا لهنا عندي 2 على الإكغريك، هذا هي الشرط الأولاني. والشرط الثاني إكس ما بين إلا 2 و2، شو معناتها الا 2 و2؟ معناتها محدود لهنا بالسي ومحدود لهنا بالأ. هاي اذا هاي المجموعه اللي لوج عليها باش نحاول نشطب هيكم باش تبان اكثر، وانتم تخدموها بلون مغاير. اذا المجموعه نتاعي شنو باش تكون؟ هي قطعه المستقيم سي أ. فهمنا؟ اذا المجموعه نتاعنا هذه هي متكون كان قطعه المستقيم سي أ. باهي اذا هكايا نكون خدمت لكم نموذج من فروض المراقبة لتلاميذ سنة 9 أساسي. تابعوني على سبورة نت، مازالت مجموعة الفروض إن شاء الله اللي باش تحق بها الإفادة.